السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير حبايبي. أخيرا وصلت مدينة الجمال بادن بادن. طبعا لعشاق الهدوء والراحة والجمال اجي في هذه المدينة الجميلة جدا. وطالما وصلت بادن بادن ما عندكم إلا أفخم فندق في هذه المدينة واللي هو برينرز. راح أوريكم كل شيء، الحديقة الداخلية للفندق. طبعا هنا الفندق وهذه الإطلالة تبعه على النهر. سبحانك ربي. من ميزة هذا الفندق له مدخل خاص على النهر، شايفين كذا؟ وهنا الفندق. أبى أصور لكم شرح تبعي في فندق بادن بادن بريمز. هذا الغرفة زي ما انتم لاحظين، الفرش كلاسيكي فخم جدا. هذه عزكم الله دورة المياه. ويعزك الله دور المياه. Good morning. Good morning. على الفطور تبعنا مع الجو اللي بين هذا يجلس في قهوة الفطور في الحديقة. هذا الخبز الألماني وهنا العسل. تختار نوع البيض اللي تبغى. Thank you. Thank you. بصراحة الواحد محتاج الإجازة إن يخرج من الضغوطات. والآن إلى المسبح.
الميزه في المسبح انه متصل ويفرجك على الحديده الخارجيه. بعد خلص المسبح تكمل الاستجمام، تقعد هنا تروق وتاخذ لك عصير. طبعا الفندق متكامل الخدمات، حتى الجيم موجود عنده. هنا عاملين جلسة في النادي الصحي، تقدر تاخذ فيها بعض العصارات والفواكه. هنا برضو تكمل الجيم، هذه الساونا، هنا الغرفة، هذه الساونا. بعد ما الواحد يخلص بالجيم ياخذ دش صغير، هنا السشوار